السلام عليكم، مرحبا بكم معنا هذا الصباح الجميل. مرحبا، هانتوما كما كتشوفوا معنا رحنا كنتواجدوا بسد سهلة في تاونات. مرحبا بكم هانتوما خوتي، جينا رحلة الصيد. غاسلين راس الطعيمات، هادي الخبز مدقوقة، هادا الزرع مخمر، ايوا القصبة ديالنا هي هاد لونسي ديالنا حويجات. مرحبا بكم معنا، دعيشوا معنا. سواء ضربت السمك الكارب غادي نصبو، سواء ضربنا باللونسي شي بلاكا ولا شي صندرة غادي نشاركوها معكم. ومرحبا بكم معنا خوتي، وتحية للمتابعين، شكرا لكم. وراني كنشكركم بزاف بزاف، ومرحبا بكم معايا، يلا تابعونا خوتي. مرحبا بكم معنا، احنا وصلنا للسد كنصيبوا دابا الطعمه ديالنا. اول ما بدينا وهو كنصاوبوا الطعمه ديالنا هي كما كتشوفوا معنا، كنهزوا شويه الماء. هلا كنعجل العجين، هانتوما خوتي. كتبقى تزيد شويه د الماء وما كتشغليهاش بزاف، كدير غير شويه بشويه باش كتبقى العجينه ديالنا قاصحه كما كتشوفوا معنا، هي كتبقى قاصحه وكتعلق هكا باش ملي كديرها في الرسول كتبقى شاده. هانتوما خوتي، ها هي العجينه ديالنا واجده. هادي اخوتي ماشي شي حاجه صعيبه، هاي الباغيت من عند اي مول فران، باغيت ولا الخبز اللي كتشيطلو كيبسها كتشني من عندو، هادي كتجيبها كتدقها كتولي غبره وتجي ودعجنه. ها هي اخوتي، حتى حاجه ما صعيبه، ماشي شي حاجه سهله سهله سهله، غير هو ديما خلي شويه ديال هذاك. انا القنت كنخليه، انت كنخلي القنت ديما فيه واحد شويه فيها، ما كنقيسهاش بالماء. ها هي مازال غبره باش اخوتي باش جراش ليا العجينه، باش الا جرات ليا هاد الجهه نقصها شويه من هاد الجهه. المهم باش تضربوا حسابكم، ها هي واجده سهله، شويه د الماء شويه بشويه وكتحركها بيدك حتى كتجمع. ها هي اخوتي، هادي اللي كنطعموا بها وكنملؤوا بها هاد الرسول هذا. ومرحبا بكم معنا. هانتوما خوتي، ها السنيرات ديالنا هما مسطرين، ها هما دابا غندير فهاد البلاصه هادي واحد 6 ديال السنانار. ها هما، ومرحبا بكم معنا، غادي نبدا معاكم. بسم الله، غنبداو معاكم اول سناره. ها هي كنديرو الزرع ديالنا، ها هو كما كتشوفوا معنا، وبسم الله على بركة الله، اللهم بارك. كنبداو نملؤو الراس ديال السنارة، الشوكة ديالنا هكا حبه بحبه. هو كيدير شويه ديال الروطار، ولكن طعمه لا عمرها دار. انا نهار بغيت، نهار بديت كنعمر كنطعم بهذا الزرع ما كيخيبنيش الله، وما كتضيع ليش الطعمه دغيا، المهم كدوز اطول مده. يعني لما كلاش الحوت ما كتمشيش ما كتضيعش، ماشي بحال العجينه ولا شي طعمه الدود الارض ولا. المهم انواع ديال الاطعمه بزاف كاينه،
كتضيع دغيا، كتلقاها غير في الماء كتدوب، كتضيع لك دغيا دغيا. ولا تا شنو سميتو المايز، تا المايز تا هي كتضيع دغيا. المايز كتولي غير الجلدة كتخوى دغيا، هي في الطعمة في الصنارة كتبان لك حسن من الزرع. بالنسبة للمايز كتبان كبيرة، كدير غير بعض الحبات في الراس ديال الصنارة كيبانو كبارين، وكيبان عامر، كتبان لك في الماء كتبان مزيان بالنسبة ليك، ولكن بالنسبة للحوت ملي كتحط في الماء ما كتبقاش بديك اللون اللي كتبان لك، كتولي كتبان غير الجلدة بيضاء ما كتبانلوش، عكس الزرع. الزرع ملي كيتحط في الماء عاد كيبان صفر. المهم اخوتي انا كنشارك معكم التجارب ديالي واختراعات ديالي. المهم اي حاجه من عندي انايا كنجربها وكنشاركها معكم، ومرحبا بكم معنا. وكنشكر كاع المتابعين اخوتي، كنشكركم بهاد المناسبه. ومهم سمحوا لي الا كنت ما كنهضرش بزاف، ولا الصوت كتلقى شويه ضعيف، ولا هادشي اللي كاين. ومرحبا بكم معايا المتابعين الجداد القدام، كلكم مرحبا بكم وشكرا لكم بزاف بزاف. واللي بغى يجي مرحبا، صغير يشاور معايا في شي وقيته ني ما تكون عندي خاويه مثلا لحسب الخدمه ديالي عاوتاني. ومرحبا اللي بغى يتشاور شي حاجه، نوريه شي حاجه، يتعلم، يتواصل معايا. مرحبا، الرقم ديالي راه محطوط في القناه، مرحبا في اي وقت. ولا كومونتيرات، كومونتي اي واحد كنجاوبه، اي واحد كومونتا قال شي حاجه، مهم سولني على شي حاجه، بغى يفهم شي حاجه، اي حاجه مرحبا. اي كومونتير راني راح الاشاره غادي نجاوبه. ومرحبا بكم. ها هما كما كتشوفوا معانا، راني زربت عليهم شويه. المهم الشوكات ديالنا بداو يتعمرو دابا، ثلاثة. الصنارة الأولى، الصنارة الأولى عندي فيها ثلاثة ديال الشوكات، هاهما كيف ما كتشوفو معانا، هاهما خوتي ثلاثة ديال الشوكات. ها دابا بقى لنا الرسول، غادي نملؤه بالطعمة اللي صيبت قبيلات. بسم الله على بركة الله، نفسدو يدينا شويه د الماء. ها هي الطعمه اللي صوبت قبيلات يا خوتي، نجيو للرسول بحال ما هكا، تابعوا معنا لحظه بلحظه. ها هو، ها هو، نحاولوا نخليو هاد السنانه يكونوا خارجين شويه باش ما يتجمعش عليهم هاد الطعمه ديالنا. حاولوا نغطيو داك الرسول يجي مغطي بالطعمه ديالنا بحال هكا كما كتشوفوا. ها هي السناره الاولى واجده الان، ها هي كما كتشوفوا معنا، مرحبا بكم. دابا غادي غادي اللوحة، هاهي اخوتي كما قلتلكم، بسم الله على بركة الله، بسم الله على بركة الله. حاولوش تلقو سليك بزاف باش ميتلوهالكمش. اللهم بارك، والله يجيبها سمينة، قولوا امين. هاي ما لحتاش لان ما عندنا هنا الغرق بزاف، الفوندو ما كنبغيش نطول بزاف سبيب.
كما كتشوفوا معايا اخوتي الصناره الاولى نصبتها والله يجيبها سمينه. البارح مسكين